متعلمي أولى إعدادي بمؤسسة السلام الدراسية، أرحب بكم من جديد في تتمة الجزء الثاني من درس في التاريخ بعنوان الحروب الصليبية، المواجهة واحتكاك الحضارات، معركة حطين. إذا تعرفنا خلال الحصة السابقة على الوضعية الدينية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبالدرجة الأولى ركزنا على الديانة المسيحية بأوروبا التي انقسمت إلى جزئين، كل من الكاثوليك والأرثوذكس. أيضا تعرفنا على مفهوم الحرب الصليبية، ثم حددنا أهدافها. خلال هذه الحصة إن شاء الله سنتعرف على مراحل الحروب الصليبية. إذا نأخذ الوثيقة رقم 2 صفحة 67، نحدد موضوع هذه الوثيقة. إذا جدول الحروب الصليبية الأربع الأولى، في الحقيقة هناك 8 مراحل للحروب الصليبية، لكن نحن في هذا تتمة الجزء الثاني من هذا الدرس ركزنا فقط على الحروب الصليبية الأربع الأولى فقط. إذا كم دامت الحروب الصليبية الأربع الأولى؟ إذا من خلال الجدول، بدأت الحرب الصليبية سنة 1096 وانتهت سنة 1204، إذا 208 السنوات. إذا المرحلة الأولى ما بين 1096 1099، وكان الغرض منها تحرير الأرض المقدسة، اتجهت نحو البلقان، والبلقان هي منطقة بلاد الإغريق، بيزنطة، آسيا الصغرى. توطين ونتائجها هي توطين اللاتينيين في فلسطين، بمعنى أن المسيحيين استوطنوا بمنطقة فلسطين. الحرب الصليبية الثانية والثالثة من بين 1146 1192، وكان هدفها إعادة القدس الشريف، وسلكت نفس الطريق السابق، لكن النتائج انتهت بمعركة حطين بين المسلمين والمسيح بزعامة صلاح الدين الأيوبي. فشل الصليبيين في فلسطين واكتفوا فقط بجزيرة قبرص. المرحلة الرابعة سنة 1204، هدفها احتلال مصر وبيزنطة، وسلكوا طريق البحر الأدرياتيكي، وهو البحر بجانب إيطاليا، يصب في البحر الأبيض المتوسط، باسم تاريخي لسواحل إيطاليا، نقول البحر الأدرياتيكي، ونتج عن ذلك احتلال بيزنطة. إذا نستخرج من الجدول الهدف الرئيسي من هذه الحروب. إذا عدنا للأهداف هذه الحروب الصليبية الأربع الأولى، نجد بأن الهدف الرئيسي هو احتلال أو تحرير القدس في نظرهم. إذا ماذا نتج عن الحملتين الثانية والثالثة؟ نركز على الحملتين التي فاز فيها المسلمين. إذا معركة حطين بزعامة صلاح الدين الأيوبي، الذي بفضله فشلت هذه الحروب الصليبية واكتفت فقط بقبرص. إذا ننتقل الآن للتعرف على الطريق الذي سلكته هذه الحروب الصليبية الأربع الأولى، ونأخذ الوثيقة رقم 3 صفحة 67. إذا نحدد موضوعها، إذا هي خريطة تمثل الحروب الصليبية ونتائجها إلى حدود سنة 1204، يعني الأربع الحروب الصليبية أو الحروب الصليبية الأربع الأولى. إذا نذكر الحروب الصليبية الأربع الأولى باختصار من خلال المفتاح. إذا الأولى ما بين 1995 1899، الثانية 1147 1149، الثالثة 1189 1192 أكيد ميلادية، وأخيرا الرابعة 1202 1204. في الجدول السابق جمعنا المرحلة الثانية والثالثة في مرحلة واحدة. إذا ماذا نتج عن ذلك حسب هذه الخريطة؟ إذا تكوين دويلات لاتينية أو نقول إمارات صليبية صغيرة في كل من أقصى غرب فلسطين، وإلى أيضا بالنسبة للجنوب الشرقي لآسيا الصغرى. إذا نكتب ثانيا كبيرة بالأحمر دفتر الدروس، أدت الحروب الصليبية عبر مراحلها إلى الاحتكاك بالحضارة الإسلامية. أولا صغيرة بالأخضر، الحروب الصليبية الأربع الأولى. إذا بدأت الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر ميلادي، ومرت بأربع مراحل. الأولى ما بين 1096-1099، هدفها احتلال المسجد الأقصى.
أو نقول القدس. الثانية والثالثة ما بين 1146 لغاية 1192 وهدفها إعادة احتلال القدس. والمرحلة الرابعة ما بين 1202 1204 وكان هدفها هو احتلال مصر وبيزنطة. اختلفت هذه الحروب الصليبية من حيث طرقها أو الطرق التي سلكتها وحتى من حيث نتائجها. ننتقل الآن للتعرف على أهم معركة التي فاز فيها المسلمون بزعامة صلاح الدين الأيوبي، وهي معركة حطين، ونتعرف على هذه الشخصية التاريخية التي فازت في هذه المعركة. نأخذ مصطلح صفحة 67. إذا لدينا مصطلح صلاح الدين الأيوبي، يقول حسب المصطلح هو سلطان أيوبي من الأيوبيين من أصل كردي، وكردي بمعنى كردستان أقصى الشمال الغربي للعراق. حكم مصر ما بين 1137-1193 ميلادية، ثم سوريا ما بين 1174-1193، بمعنى أنه كان سلطان لهاتين الدولتين. انتصر في معركة حطين سنة 1187 ميلادية ضد الصليبيين. لدينا نص أيضا يبين لنا شخصية صلاح الدين الأيوبي، بعض ملامح شخصية صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب، هذا اسمه الحقيقي. وما له من المآثر المأثورة في الدنيا والدين، ومثابرته على جهاد أعداء الله، بمعنى أنه كان قائد عسكري يجاهد في سبيل الله، والشام وأكثره في يد الإفرنج، والإفرنج بالنسبة إلى الصليبيين أو المسيح. مصطلح مقتطف من الفرنسيين أو نقول الإفرنج. فسبب الله هذا السلطان رحمة للمسلمين بهذه الجهات، إن هو كان راح يساعد المسلمين بهذه المنطقة، فهو لا يأوي لراحة، بمعنى لا يجلس لراحة ولا يخلد إلى دعة، بمعنى لا ينام ولا يعطي نفسه الراحة، ولا يزال سرجه مجلسه، دائم المعارك ودائم التضحيات ودائم التجهيز للمعارك والجهاد في سبيل الله. إذا من هو صلاح الدين الأيوبي انطلاقا من المصطلح والنص؟ أصله من كردستان، حكم مصر وسوريا، انتصر في معركة حطين ضد الصليبيين سنة 1187 ميلادية، وهو قائد عسكري محنك أو شجاع. إذا ثانيا صغيرة بالأخضر، واجه المسلمون الحروب الصليبية. سيطر المسيحيون في البداية على عدة مدن إسلامية على رأسها القدس، إلا أن القوات الإسلامية واجهتهم واستطاعت هزمهم، خاصة في معركة حطين سنة 1187 ميلادية بقيادة صلاح الدين الأيوبي، حيث تم استرجاع القدس وطرد المسيحيين من جديد من الإمارات التي احتلوها نتيجة ذلك. إذا الوثيقة رقم 4 صفحة 68 تبين لنا ذلك. نحدد موضوعها، إذا نتائج الحرب الصليبية، الحملة الصليبية الثالثة. ماذا ترتب عن انتصار صلاح الدين الأيوبي على النصارى؟ إذا استرجاع القدس وطرد جل الصليبيين من الأراضي العربية الإسلامية باستثناء بعض الإمارات الصغيرة كمملكة بيت المقدس، كونتيا، طرابلس، إمارة أنطاكيا، ومملكة أرمينيا الصغرى ذات اللون البرتقالي في الخريطة. إذا الوثيقة رقم 1 صفحة 69 تبين لنا ماذا نتج عن الحروب الصليبية فيما يخص المجال الحضاري. إذا نحدد نوعية أو نحدد موضوع الوثيقة. إذا هي خطاطة تمثل التفاعل الثقافي والفني بين حضارات البحر الأبيض المتوسط. إذا بماذا أفاد العالم الإسلامي الغرب المسيحي؟ حسب الخطط، فنحن كمسلمين أخذنا من الإمبراطورية البيزنطية، أو ما نقول سابقا آسيا الصغرى إلى غير ذلك، نصوص فلسفية وعلمية، بلاد الإغريق نصوص فلسفية وعلمية، لكن الغرب المسيحي أخذ عن العالم الإسلامي كل من آلة العود، فن البستنة، الزخرفة، الأرقام العربية انطلاقا من اكتشافها من طرف العرب المسلمين عن طريق الزوايا، الطب والفلسفة، فلسفة إغريقية إلى غير ذلك. إذا بعض النصوص الإغريقية القديمة مقابل مقابلات الفروسية وقصص الفرسان كانت ما بين الإمبراطورية البيزنطية والغرب المسيحي، لكن يعود الفضل للعالم الإسلامي في اكتشاف أو الاحتكاك بالعالم الإسلامي وأخذ هذه المعارف والمجال الفني إلى غير ذلك. إذن الفلسفة الإغريقية، الطب والفلسفة، الأرقام العربية، الزخرفة، فن البستنة، وآلة العود.
إذا نكتب ثالثا صغيرة بالأخضر، تعددت نتائج الحروب الصليبية. أدت الحروب الصليبية إلى احتكاك الحضارتين الإسلامية والمسيحية، فبعد احتلال الأوروبيين لعدة مناطق عربية اطلعوا من خلالها على تطور العرب في مختلف الفنون، مما أدى إلى تفاعل ثقافي وفني بين حضارات البحر الأبيض المتوسط. إذا خاتمة، شكلت الحروب الصليبية أطول مواجهة مباشرة بين المسلمين والمسيحيين، وساهمت في بداية تأثر أوروبا بالحضارة العربية.